أصول اللعبة مع محمود عبد الشافي على النهار. مروان يا مروان اسمعني، استنى بس استنى. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. حبيبي كان عايزك فيه المأمور. شال دي بتاعك يما؟ تكلمي، شال دي بتاعك ولا؟ انت جبته منين ده؟ عامل فيك ايه؟ الحياة مغامرة مش بيفوز فيها غير اللي عارف أحكامها وفاهم كويس الأصول. أصول اللعبة مع محمود عبد الشافي. قوليلي أعمل فيك إيه؟ ليه حبيبي؟ أنا عملت إيه؟ أنا عرفت كل حاجة، عرفت خلاص، مش قادر أفكر. عدلها شت مني، أنا حلفت 100 يمين إن اللي عملك ده هدفنه وهو حي، هولع فيه، هخليه عبرة. لكن أعمل فيك إيه؟ إيه؟ إيه اللي حصل؟ موتك؟ يقولوا قتل أمه؟ ليه؟ تقتلني يا ابن بطني؟ ليه؟ أنت اللي قتلتي فريدة وقتلتي ولدي عشان ما تدخلش البيت بشك ده؟ عشان مش لدي عليكي؟ ليه تعملي فيا كده؟ ليه؟ مين قال لك اني عملت كده؟ كريمه صح؟ لا مش كريمه، لقيت الشيل دي في الحاجات اللي استلمتها. مش انا يا مروان، مش انا، مش عايز ولا كلمه. انا جوايا نار تولع الدنيا كلها، البلد واللي فيها، لكن مش قادر اعمل حاجه. قولي لي اعمل ايه؟ اقول ايه للناس؟ امي قتلت ولدي، مش قادر اصدق. ليه حرام عليكي؟ انا كنت بتمنى اطلع من عينيه، كنت بتمنى اشوفه. انا قاعد طول السنين اللي فاتت دي وكاتب في قلبي ومستحمل، ويوم ربنا يديني تعملي فيا كده؟ ليه يما؟ ليه قلت عليكي؟ أنا عليك ولدي عشان من فريدة؟ لا، أنا لا قتلت مرتك ولا قتلت ولدك. ولو أنت صدقت اللي قالته كريمة، أنت كمان مش ولدي، أنت عدوي يا مروان. أنا لقيت الشال بنفسي يا أمّا، بنفسي. نهايته إيه؟ نهايته كبير، قولوا مقصى معاك. مش عايز اشوفك في البيت، اطلعي برا يا امه، برا. تطردني من بيتي؟ طب وليه؟ ما تروح للحكومه وتقول لهم امي هي اللي قتلت اشنقوني، وكريمه تبقى عملت اللي نفسها فيه. ناوي تعمل في ايه يا ابن بطني؟ ايه يا سندي ودراعي بعد ابوك؟ تقتلني؟ حرام عليك يا مروان، ربنا شاهد اني ما عملتش كده. حرام عليك اللي بتعمله في روحك وفيا. تظلمنيش معاك يا ولد. ابعدي، اوعي تلبسيني، وانسي ليك ولد اسمه مروان. سيب البيت يا أمه وامشي عشان خاطر المصطفى، امشي. بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده حد عمل في البيت ده عمل، لازم نبخر. الزعيق كتر فيه قوي والمشاكل. ايه جبرية يا اختي؟ مالك يا حبيبتي؟ ابنك البكري بيزعقلك وعمال يبستب فيكي ليه وبيطردك؟ عملتي ايه بس من بلاويكي؟ لا لا مش معقول. اخس، معقوله انتي اللي قتلتي مراته
وحفيدك اللي بطنها. لا ما صدقش، ده انت ملاك وغلبانه وطيبه. حن عليك يا وليا، انت ايه ما تتهديش، ربنا ياخدك ويخلصنا منك. شفت ابني عمل فيك ايه؟ ممكن يجيبك من شهر كمان دلوقتي. بتبصلي كده ليه؟ عايزه تقتليني انا كمان؟ ما انت قتلت قتله، انت جبريه وانت جبريه بحقيقي. يا بنت المجنونه الحقوني يا وليا، هتموتيني، الحقوني يا ولاد. Oh!